بنكهة الموت والدمار. العيد الأول دون الأحبة. يعود العيد بأجواء الفرح والبهجة كما العادة، ولكن ليس هذا الحال في غزة. لا ملابس للأطفال ولا حلويات ولا جمعة لأفراد العائلة، فأين يجتمعون وسط ركام المباني المدمرة وغياب الأحبة؟ يستقبل أهالي القطاع العيد هذا العام بينما تفوح رائحة الموت والدمار، فلا مكان للفرحة مع استمرار الحرب الغاشمة. كل ما نتمناه هو أن تتوقف الحرب. لقد فقدنا العديد من الأقارب والأحبة، خسرنا الأمان ودمرت منازلنا. لا شيء طبيعي في عيد الفطر بغزة، فقد أحيا الغزيون صلاة العيد فوق أنقاض المساجد وفي مقابر كبيرة ومفتوحة. قضى آلاف الغزيين ساعاتهم الأولى بجوار أحبتهم الذين استشهدوا. أطفال استقبلوا العيد على أنقاض منازلهم، تاركين فيها ذكرياتهم الجميلة وألعابهم التي فقدت بين الركام. أكثر من 1.5 مليون نازح سيطر البؤس عليهم، ويعيشون اليوم في خيام متراصة. حرب طال أمدها، خلفت أكثر من 33,000 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال. فأي عيد هذا؟ إذن العيد الذي يفترض أن يكون فرصة لصنع الذكريات الجميلة أصبح تذكيرا مريرا بما فقده الغزيون.